فنية أسبوعية. تراث، مواهب وإبداعات. للفن والفنانين. فن أفام مع محمد وعبد الرحمن. مساء الخير، مساء الأنوار لكل مستمعي إذاعة الجزائر من سعيدة في حصتكم فن أفام. حصة فن أفام اللي نحاول من خلالها عرض على مسامعكم كل ما هو فن: مسرح، سينما، موسيقى، تصورات، شعر، فنون تشكيلية، ومن خلالها تكون فضاء لكل المواهب. نذكر برقم الخطوط المفتوحة للاتصال بنا، هي 0841 51 18 18 0841 51 26 26، أو على صفحة الفيسبوك فن أفام. اليوم في عدد الثالث رايح نتكلموا حول المسرح. عندما نذكر كلمة مسرح نفكر في نوع من خاص من الفنون. هذا النوع من الفن يأمل البعض في قضاء بعض الوقت ممتع في الضحك أو قصة شيقة للهروب من مشقة اليوم. المسرح هو أحد الفنون أو أحد فروع الفنون لأداء اللي فيه الأداء والتمثيل، الذي يجسد أو يترجم قصة أو نصوص أدبية أمام المشاهدين باستخدام مزيج من الكلام، الإيماءات، الموسيقى والصوت على خشبة المسرح. المسرح مثله مثل كافة الفنون ترجع نشأته إلى الزمن البعيد. حصة أفم في عددها اليوم تستضيف أبطال أبطال أبطال، أصدقاء وصديقات مثل ولاية سعيدة في العديد من المناسبات، خاصة فوق الخشبة بأبي الفنون. وأثبتوا جدارتهم من خلال أعمالهم على المستوى المحلي وحتى على المستوى الوطني، فوق الخشبة وحتى على الشاشة الصغيرة. يشرفني اليوم حضور رئيس اللجنة الفرعية للمسرح وفنونه للجنة الولائية للفعل الثقافي سي عبد الله بهلول، مرحبا بك. السلام عليكم. شكرا محمد. ويشرفني ايضا ابطال مسرحية تيدرنتين اللي كان عرضها في اليوم 11 نيسمبر الموافق لاحداث 11 ديسمبر. بجنبي اليسار نبيل المغربي، مباركي فتحي اون فاس، امام اللحية اما غوش بين نبيل وفتحي هو تخيرا، ولا دروا تاعي الجين سينوغراف علي بن ملياني. ما ننسوش كاتب النص اللي نحيوه بالمناسبة مصطفى محمد، وكذلك سي المايسترو تاعنا الموسيقى رشيد قرارة، انسي كاع الناس اللي شاركت لي تيكنيسيان تاع لا لوميير و تكنيسيان تصون، نحييهم بهذه المناسبة. وقبل ما نبدو عبد الرحمن خويا نستمعوا لشهادات اللي سجلتها صديقة عيساوي سمية اللي قامت بها مع بعض المشاركين والجمهور اللي حضر الاحتفالية اللي نظمتها اللجنة الولائية للفعل الثقافي بمناسبة السنة الأمازيغية.
هذه الاحتفالية اللي شاركت فيها فرق فولكلورية محلية وكذلك عرض أطباق تقليدية من المناطق القبائل الكبرى وكذلك أطباق محلية، وكانت ضيفة الشرف الفنانة القديرة الكبيرة نوارة. معنا السيدة عيسى سعودي، اللجنة الولائية للفعل الثقافي بولاية سعيدة. ما هو رأيك سيدي بمناسبة يناير؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن هو عام سعيد لكل الجزائريين وخاصة ولاية سعيدة، العرب منهم والقبائل. هذه العادة اللي ولدناها من أجدادنا وأبائنا كانت عادة خير، استبشروا بها العام الجديد كما احنا نقولوا يناير هما العام. وبهذه المناسبة أرادت اللجنة أن تحيي ولاية سعيدة حفل وعرس لهذا العام، بيكون العام تاعنا إن شاء الله عام تاع خير وعام تاع فرح. سطر برنامج من خليط الإعلام بالتنسيق مع رئيس اللجنة والفروع الأخرى، قمنا بدعوة العملاقة الفنانة سيدة نوارة وأيضا فرق الفولكلورية المحلية، وعلى غرار هذا قمنا كذلك بالأطباق الشعبية خاصة بالبلاد القبائل العريقة اللي احنا نقوله الدشرة. كان هناك عدة أطباق اللي دارهم العائلات القبائلية وأيضا العائلات الأخرى اللي داروا لنا بالكوكس والشرشم والمخلاط، ويعني كنا نديروا هاد الصوالح. رانا نشوفوا في التقاليد تاع الكابيل وتاع سعيدة قعدنا ساهي تجدوق ما شاء الله، تعرفنا على تقاليد تاع الكابيل، على يناير تاعهم كيفوت، على ماكلتهم، على شهوة الفعل اللي يتمنوه في هاد العام الجديد تاعهم. ذقت السكسو كيما السكسو تاعهم بالكوكس، فلفلة بغرو مقوران كيما يقولوا هما، ما شاء الله والله فاتت الله يبارك. كاين عائلات اللي تقدم بالكوكس وكاين عائلات اللي يديروا رقاق، وجينيرالمون نديروا الشرشم. درت طبق الرقاق ودرت البركوكس ودرت الشرشم، كاين اللي يدير الرفيس وكاين اللي ما يديرش الرفيس، مي جينيرالمون كاع العائلات تاع السعيديه يدير الرفيس في النهايه. بالمناسبه هذه العام الامازيغي رانا مقدمين لكم اطباق تقليديه خاصه بمنطقه القبائل تمثل هاد الاطباق هاد العام بالدجاج والمرقه، هاد المرقه اسقيس وفيسار. نتمنى من سكان سعيده عام مملوء ان شاء الله بالصحه والهنا، وكل عام ان شاء الله يرجع لنا ويلقانا بكل خير ونحتفلوا اكثر من هكذا ان شاء الله. كنا نسمع دروك الشهادات المشاركات والعارضات وبعض الجمهور اللي حضر لهذه الاحتفاليه، وكذلك المكلف الاعلام على المستوى اللجنه للفعل الثقافي عيسى مسعودي اللي نحيوه ونحيو كل جنود الخفاء. نسمع الان دروك كلمه قائد الجوق سي سالم والفنانه القديره نوار. تدبر نشكركم انتم بالكوميتي على العرض اللي درتو هنا، ونزيد نشكركم ثاني على الاسترحاب اللي رحبتوا بينا. سيتي فريمون فورميدابل كما العام اللي فات كما جينا مع ات منجلات، فوتنا دي مومون فريمون، اون بارطاجي دو لامبيونس افيك لو بوبليك. ان شاء الله نولوا في الخير لا بروشين فوا، وكتا ما سحقيتونا رانا هنا نجو بالفرح كبير. والبوبليك ثاني نشكروا البوبليك بزاف باسكو بلا البيبليك حنا ما نقدروش نكون. ان شاء الله كل عام يولي علينا بالخير. يناير حنا نعرفوه من زمان، كانوا جدودنا يما وكانت ماني الله يرحمها كانوا قاع يتكلموا كل عام يديروا له عشاء، كل عام يتفكروه، كل عام يديروا له يعني يوريو باللي عندنا جور دو لونوس سيدا في بلادي. بلاد شابة ما شاء الله، ناسها ومتلين. تمنيت إن شاء الله ربي لي جان هادو يعطي لهم الصحة باش يكملوا في الخدمة تاعهم. ميرسي بوكو بوغ لاكاي، ميرسي بوكو بوغ لاكاي، إسبيرون كي يوغا دوطخ كي فون فونيغ ويفرحوا كيما فرحنا نحنايا. إيه فوالا، هذه سعيدة، هذه سعيدة. احنا نتمنى ان شاء الله ك 2015 يكون من البرومي من 2015 حتى 31/12/2015 بلان دو فيستيفيتي بلان دو بروغرام. جوستومون على بال هذه بغيت نسقسي خويا عبد الله، بويسكو راك رئيس اللجنه الفرعيه للمسرح الفنوني. البرنامج تاع هذه اللجنه الفرعيه ل 2014 كان انجاز عده مسرحيات خاصه بالطفل والكبار، واش تعطينا كلمه على الخلاصه او الحصيله لسنه 2014، واش هو البرنامج اللي راكم متفقين عليه لسنه 2015؟
السلام عليكم. ميرسي محمد بول انفيتاسيون. فيما يخص اللجنة الفرعية للمسرح وفنونه، كان لها عدة أعمال. كانت أول مسرحية أنجزتها اللجنة هي مسرحية اذهب إليه تنجح، من إخراج نص وإخراج محفوظي بحرية، وكانت من نوع مسرح العرائس أي القراقوس. وتاني مسرحية كانت هي مسرحية للأطفال أيضا، هي مسرحية وهب في وادي الضياع. كان لها عدة عروض على مستوى الوطن في العطلة الأخيرة، ومازال باقي لها نوتر تورني شغل دي سبيكتاكل يتلعبوا برا. وآخر عمل كان هو مسرحية تيدر ناتين، من إنجاز اللجنة الولائية للفعل الثقافي، واللي ساهمت فيه اللجنة الولائية للفعل الثقافي 100% ووفرت له جميع الظروف. وهو العرض اللي كان يوم 11 ديسمبر 2014. اون سي كي كونسيرن 2015 اون ان بروغرام، كان دي بياس دو تياتر، كان دي تيكست لهم محطوطين في اللجنه. اون اطون حنا نرحبوا بجميع الناس اللي بغات تخدم، نعاونوهم. اون لا بور سا، نوتر بيوت سي بروموفوار لو تياتر او نيفو دو لا ولايه اي لا كولتور دون مانيير جينيرال. و عندنا دي بياس، وكانك ثاني حاجه واحده اخرى، اون بتيت سيربريز اللي نخليها حتى لا فان تاع المسرح تاع ليميسيون بيتو المسرحيه. صح، خلو غير فلافه تاع ليميسيون. فوالا انا ستقولي كاع ما نقولهاش. لا نقولها ان شاء الله. اوكي. عبد الله، كيسيون واحده اخرى، يا دي كونفونسيون اللي تسنيو مع بعض المهتمين خاصه المسرح وما نجوهاش في 2014، هما توعدوا بلي ان يقوموا بانجازها في 2015. كانت نصوص اللي انت بصفتك رئيس اللجنه الفرعيه قبلت هذه المشاريع صحيح باستشاره الجميع. و aussi le plus important نبغي نركز لك عليه، بلي يورا ان شاء الله الرحمن الرحيم ان غرون بروجي بور لو 5 جوي ان شاء الله. كونسيرن واش هذا لو بروجي ولا نخلوها سكريت؟ خليها عندك. خليها سكريت. يجي وقتها دروك. قلع لي البيرسوناج تاع رئيس اللجنه الفرعيه وتلبس لي البيرسوناج تاع مخرج مسرحيه درناتين بعد الفاصل. مرحبا بك يا رجل سيد النتيج، غير الجبال ما تزرقاش. مرحبا بك في متحف احمد زبانه هنا في مدينة وهران. اسمح لي نقدم لك نفسي، انا الدوله رئيسة مصلحة قسم الاثار، وهذه المدة طويلة وانا في البحث والترقيب تقريبا نفس القياس، والتشابه كبير بينك وبين راجل يغني لونغ باليكاو. يا مولا العظم الرهيب، يا فلتة الكبد وتجروح، هذا حلم ولا منام؟ راجل تدرناتي سمي قدامي باتمام. هذا أجمل وأسعد يوم في حياتي، الاكتشاف عظيم والنتيجة راح تكون ناجحة. ما تتصورش حراني فرحانة في لقيتك، ومصرحة حاسة كأنك حاب تنطق حاب تتكلم. تابني دين الدوية، واحدة من سلالة الأحرار. اتكلم، قول. نجي ديريكتومون للضاوية ولا نوجه للمخرج؟ نولي المخرج من بعد نولي للضاوية، هكا خير، لا نجيك تقبل. نحكوا برك على النص. بون، العرض صدر العرض الرسمي لهذ المسرحية النتيجة اللي كان 11 ديسمبر، صادف مظاهرة 11 ديسمبر، أو ميم طون كان برمج في المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة اللي احتضنها السعيدة، وكانت عندها شعور كبير. بخصوص النص، للنص اللي هو سي مصطفاي محمد. نعم. كيفاش لا بروميير فوا وين قريت النص؟ اسكو تم بانت لك ليدي تاع الإخراج، ولا حتى أو قبل كنت أنت محمد مصطفاي وتفهمتوا الإخراج، كيفاش صرات؟ أنا ما عنديش اختصاص في التياتر. نعم داكور، دوك نحكي لك. في الديبي شغل قبل شغل محمد قال لي عندي ان بروجي جامي بيان، قال لي شغل تمونطيه معايا سون بروبليم. كي يكون واجد النص نخدمه كيف كيف، حنا ما كناش دايرين دات ودايرين حاجه ولا
بعد كاين شغل كانت فيه شغل طلب من باش تاع النصوص باش يطلعوا في اطار التظاهره هذه. جاب محمد النص وانا كنت مازال ما قريتش النص وما عنديش اون ايدي على النص كاع. هذه هي بعد كاين يا في دي ليكتور و سي تي ان تيكس اللي فيه شغل اللي لازم يكون ان سبيكتاكل دو هو نيفو باسكو الصح سي ليدي. وانا اون فوا شغل بديت لو تيكس قال لي ليدي كروشيت الو هبلت على حسب على حسب التكست خويا. وانا تحيه لك تما في التياط وتحيه كاع لي كيب لي بارتيسيبات نزيد تحيه لك دروك. شكرا يعطيك خير باسكو سبيكتاكل ما فيش لي مونسيون مع سبيكتاكل. ميرسي بون ضمن هديه نيشان الضاوية. سالو بيرسوناج تاع عواد ولا تاع الضاوية باش نعرف نهضر؟ نو ضروري راني عواد. عواد خيرة Alors, le Kanjo Dawio Khaira, il n'y a pas une grande différence, alors j'accepte. Parce que Dawio est un Saïda ou Khaira est un Saïda. Khaira est un Saïda. Et voilà. Mahbabik. Allah Yisselmak, merci beaucoup pour l'invitation à Mohamed Ben Sghir et merci à l'Ida'at à Saïda. On est pour nous et partagé. Bon, Khaira, tu as dit que l'idée était plutôt le sentiment que tu as dit 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 que نهار الاول وين قرينا التكست ديجا انا كان عندي اون كونفيونس توتال في لي تكست تاع محمد مصطفى وقرينا لو تكست درنا اون ليكتور ايطاليان بوندون كلكو جور بوندون ميم 10 جور 15 جور ما درناش لا ديستريبيسيون دي رول تنتم كنا نقرو كل واحد وين يحس روحه في البيرسوناج تاعه يخدم يزيد عليه يزيد يخدم بلوس عليه. اون فوا كانت لا ديستريبيسيون دي رول سي بون كانت اندارت قالوا خيرا دير الضاوية. alors تما جي ادوري لو بيرسوناج دي لو ديبي جافي ان فلاش على هذا البيرسوناج بروميير مون. عبد الرحمن ما كاينش غنيه على الضاوية عندك؟ جافي ان فلاش على هذا البيرسوناج اي بوي بيتي تا بيتي قعدت نزيد نخدم عليه نزيد نخدم عليه سور سان في لا ليكتور اي تو والحمد لله جيسبر كو في لا فان نكون خرجت البيرسوناج تاعي وي بي اون اركيولوج ديجا سي اون بروميير كوم اكسبيريونس. Alors, j'espère. Le public, on attend le jugement du public ou la chose l'oula parce que théâtre le public, ça n'existe pas. Alors, alhamdoulillah, mishna la réaction du public fait salut un monde fou. Le public, hatta l'émotion تاعها كانت tellement forte طلع عندنا sur scène, il y avait des larmes, il y avait des sourires, il y avait des câlins. Alors, alhamdoulillah, tma arafna belli la pièce elle était vraiment bien réussie. و سيت اني حاجه اخرى تاني ما نقولوش دي سبيسياليست باسكو سي دي اكتريس اللي حضروا في الفيستيفال حتى هما التيمونيج تاعهم كان لا بريزونس تاع لي غراند اكتريس الجيريان كان فريمون عندها ان بوا و ميم انايا جيت ترو ستريسي بيرسونيلمون جو لو دي ميم ليكيب تاعي جو سوي سور كو سيتي لا ميم شوز يافي ان سيرتان ستريس باسكو شحال من غونغ قطعتيه شحال le gant. Je remercie Mohamed Lif. La dernière minute, j'ai mis un gant jadid parce que j'avais pas l'habitude de mettre le gant. J'avais moi, ouais. Et le chèche aussi, le chèche vert. Ali. Tu as fait la chèche. Non, mais parce que en tous les cas, tu m'as sauvé. Fait que le moment, tu m'as vraiment sauvé. Merci. Le chèche ou les gants. Le chèche ou les gants, oui. André, maintenant un passage. دروك نوجدوا وحده السفر السعيدة عيط كهف كده النتيجة اللي سنتنا ياك المهمة ما زال ما كملتش باقينا عملية واحدة وتكمل المهمة وما عاد نطلع طبيب ما عادنا وقت الأسئلة كيفاش؟ وشنو هي سعيدة؟ هذا السؤال الحق أنا اللي نطرحه عليك ياك انت اللي درت فيها هذه الاف السنين وماشي غير انت سعيدتي حتى انا اصلي سعيد ومن اسره ذريه جدي كان مناضل كبير في الحركه الوطنيه كان يحكي لي حكايات كان عنده اسلوب جميل ويشوق واه من اخر حكايه حكاها جدي والله سانسيرمون فيليسيتيكم كاع ما نجمش نقول فيليسيتيك انت فوالا شاي اللي غايتني شاش لا ماشي صحيح هذه حسيت الشاش
سايح لي دوماج بيان ما جاش بلوس لي دونسور دونك ان شاء الله بربي تكون ايميسيون سبيسيال ليهم سيرتو ان شاء الله وي افيك بليزير نحيوهم باسمي وباسم نتوما اللي هم ما جاوش اليوم لي دونسور بلوس سايح بلوس سوسي ليكليراج ورشيد انفان كاع ليكيب اللي خدمت عبد الرحمن فوتو ديريكتومون لاكتور زاوج لا تعطيني باساج من كان يوم من ايام الشتاء البارده في صعيد كان الريح والرعد والنخيل والسماء لا 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 المختار الشبلي ما كانش وحده كان معاه ربي ورجال البلاد والاولياء الله الصالحين وسيد الحاج عبد الكريم وجده سيدي سعيد بن جبريل لا 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 المختار الشبلي ما كانش وحده كان معاه شعبه وجيش جبهه التحرير اللي كان منضم فيها قبل عامين الهدف كان السكن اللي في وسط الدير حاليا معتوه كان يوم من ايام الشتاء البارده في سعيد كان الريح والرعد والنوم خيط من السماء لا لا المختار الشبلي ما كانش وحده كان مع السي سليمان المدعو كروشي والسي محمود المدعو بريطه راكبين تاكسون الكحله والمختار يسوق زمان العمليه كان على وقت رفع العلاج في العاده كان يخرجوا سبع عساكر سته في استعداد وواحد يقوم برفع العلاج الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء الله يرحم الشهداء فتحي والله سيتو لو باساج خويا تحي لك شابو با هكا ما نعرفش ما تزيرنيش ما يردوش فيها والله سيتو لو باساج كاين دو باساج يعطو بزاف هو المختار الشبلي وموريس الله يرحمهم ويسع عليهم ويرحم كل الشهداء باغي فتحي داك درويش يهضر ماشي فتحي مباركي باغي دروك يهضر معايا الدرويش اش توج يا احمد لا حبيبي قال باغي فتحي في هذيك في ديك اللقطه وين كنت تذكر في ذات الشهاده وين كنت صعيبه شويه على بالك فوالا زيد وين كنت مانيش عارف على بالك زيرتني شويه محمد شي كيما هكا خويا والله هاني قلت لك انا باسكو هذوك الباساج تاع مطاش بلي سيتي حاجه واحده اخرى كاع اللي باغي فتحي تاع دي لاسين يهضر معاه لا 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 شي زعما بالك داك بيرسوناج تاعك تاع الدرويش اللي درته عمي الرفاس كان صعيب على ما كان صعيب عليا بزاف اللي كيبا على بالها سيرتو كي يكون معك واحد كيما قاسم برزوق المدعو السايح اسمح لي زعما ما زعما مش عارف مت او حاجه سمحوا لي تفكرت بمناسبه نحييه ونطلب الشفاء لوالده باسكو اليوم دار اوبيراسيون اي أيوة والله يشافي هادي على داء على هذا الشيء ما جاش واه تفكرت باش ندير الله يشافي شفي امك محمد ان شاء الله اما لا درويش انا كنت النهار الاول كي قريت كنا انا قلت ولي كي قالت قال درويش السايح بون بعدا جاني عبد الله وجاني محمد الفيل قالوا لي لا قالوا لي لا هاد لو بيرسوناج هذا ديه نتايا الوغ انا كنت نحوس على صوح لوخ اخرين بالك في الدرويش ماكش تحوس على داك الدرويش اللي ضحك الغاشي لا كنت نحوس نوصل لواحد بالك واحد لي سنتيمون شويه الغاشي باسكو شويه كلي حسيته سيتو في هذا الزعم حسيت بلي الناس نسات شويه على بالك سات بلي كاين شهاده شغل ضحت باش حنا نعيشو غايه صح سات بزاف صوالح شتمن على هذه قلت لك عطيني الدرويش
يهدرش معايا فتح يهدر معايا درويش. شكون داك الميساج اللي كنت تهدر فيه؟ وحتى عبد الله خويا برافو، حتى لي ديبلاسمون تاعك سور سان كانوا نقولوا ايتيدي بالمليمتر. عندنا مكالمه عبد الرحمن. الو 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 السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف دايرك سي محمد؟ الو الو وي مرحبا السلام عليكم. الو الو وا سي محمد نحن في الاستماع تكلم خويا تفضل. كيفك داير سي محمد لاباس؟ لاباس خويا والله الحمد لله. الحمد لله والله يطريبيان. بون السلام عليكم، نحييكم باسمي وباسم شباب سعيدة، نحيي الشباب تاع سعيدة اللي راهم مشرفنا هذه الاولى. شكرا وشرف لينا ايضا. والله دونك انا لا بيس على هذا اللي دار هذه الخطره، هي من اروع ما يكون مثل سعيده ومثلتنا كاع، باسكو انا جي جامي في تياتر، مي هذه الخطره كي شفتها الحمد لله زعما فرحت وعرفت بلي عندنا دي جون لاباس بهم. الله يبارك فيك. دونك نحيي خويا فتحي اللي تعلمت من عنده واحد الكلمه سيمو هذه تاع راهي صح، قال صاحبك في السوق تلقاه، واذا راح لك حبيبك في العين تنساه، واذا راح الوطن تلقاه. الله يحفظك الله يحفظك صاحبي. صحيت خويا الله يحفظكم. ايوا وانا نقول لها ولاد الفام ما كانش كيفهم. نفسي خويا الله يحفظك خويا. صح خويا الله يسلمك بارك الله فيك. ونحيي كاع ليكيب باسكو فريمون داروا حاجه شابه، وكما قال لك كانت محليه مي ان شاء الله غادي تكون وطنيه. ان شاء الله يا كما كان يقول دركا داك واحد المقطع فهاد دركا تاع مختار شبلي ما كاش وحده، دونك هما ثاني لي جون تاعنا ماهمش وحدهم، معاهم ربي، معاهم رجال صالحين، معاهم اللجنه الولائيه للفن الثقافي. الله يبارك فيك. معاهم كاع الشباب كاع رانا معاهم ان شاء الله. الله يبارك فيك. الحمد لله. وما نطولش عليكم باش تكملوا لابيس تاعكم، دونك بالبركه عليكم هذا المنتوج باسكو 2015 راني نشوف فيها انا كما قال لك ثمره كبيره لهم وثمره سعيده. ان شاء الله. تفضل. افلاطون كانت عنده واحد المقوله كان يقولها ودي باللي انهم يكرهون الفن لانه يقول الحقيقه، ويكرهون الفنانين لانهم يحرضون على التفكير السليم. خويا جيتو تشيل على الكلمه. انا مادابين هذا الشباب يحرض على التفكير السليم، فالشهيدات تسحق هذا التفكير السليم باش نوصلوا للرقيده المحوسه ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك خويا، وانا باسمي وباسمك كاع ليكيب وباسمي خويا، وراكم موفقين ان شاء الله وحصه في القمه ان شاء الله. شكرا بارك الله فيك الله يسهل، ونتمنى ان شاء الله كل مواهب، وهذه كما قال ولا كما يقول اخويا عبد الرحمن عبدو انه ان شاء الله قال المواهب، باسكو عندنا كما قال لك دي جون لاباس بهم، وراهم كما قال لك فوقنا سي بون الشباب تاعنا فاق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله يا. وبالفضل تاعكم وبالفضل الرجال الخفاء اللي ماهوش باينين وما نذكروش. بارك الله فيك. شكرا سعيد. أيها الله في الرحمن. السلام عليكم. شكرا ونعود التذكير برقم الخطوط المفتوحة اللي بغيت تصلوا بنا، هي 0-48-51-18-18 0-48-48-51-26-26. برك بغيت باش نزيد الخوي اللي كان معنا في الخط أنه إن شاء الله يا ربي راه كاين المسرحية غادي تخرج خارج الولاية في بعض الولايات، برك نكملوا الاجراءات الاداريه والقانونيه للمسرحيه القانون، وان شاء الله سوف تعرض في ولايات اخرى. اعطينا مقطع اخر عبد الرحمن. عبد الرحمن حبسنا شو حبس دوك فتحي يقولها اي فتحي يقولها انا لايف دروك موش يا حمام وتلايم وفي سما سعيده تمايل موش من ضوي القمر جيب لي يا حمام بدره الورده وبدمي يا سمار وشي تراب الوطن مشاع الشمس نسجلي بالنص من البر وبعرقي زقي جنان الياسمين والعنبر موج يا حمام موج
حسي هاي موج على بالك سي الله يحفظك سي خويا والله العظيم شنو نقول لك معليش انا غادي نقول دركا قول خويا انا نقول بارك الله فيك الله يحفظك محمد مصطفاي باسكو انا ماشي انا اللي كتبت هذا هو صاحب النصيحه اذا كان السيد لي ثاني اللي عيط الله يحفظ اخويا ثاني اذا كان هذاك اللي قال لي الله يحفظك اما 50 50 نبارطاجيه انا ومحمد مصطفاي باسكو ماشي انا اللي كتبت الى راح لك وطنك الى راح لك حبيبك في السوق تلقاه والى راح والى راح لك وطنك وين تلقاه انا ماشي انا اللي كتبتها سي محمد مصطفاي اللي كتبها خويا نحيو سي محمد وراه معروف بكل النصوص تاعها هذه شهاده امام الله شهاده امام الله عبد الرحمن تعطينا مقطع اخر باش ندورو لا طابله هضو كنا 47 كان فينا جميل وفينا التهاب شكسبير من كل عرس وقبيله جايين جامعنا حب الوطن والدين كنا 47 وعيين متقفين مع شعبنا سابقين بالقضية مأمنين في الحركة الوطنية المطمئن في جنين وثمانيه شمال من عام 1945 في يوم من الأيام ربيع قديمة الحكام الشمال كنا 47 في التضحية والنضال قدمنا المثال حيرنا وفتحنا الاحتلال أولاد سيدة في الوطنية كانوا رجال كنا 47 في السجن وهران مقيدين فينا المحكومة هي بالإعدام واللي بالمؤبد والأشغال الشاقة ومن 12 حتى 20 عام كنا 47 في سجن وهران نشدنا من جبالنا وأناشيد الثوار حطمنا جدار الصمت والخوف والانكسار كنا 47 من الوطنيين في سجن وهران محكومين ميزيريا وكمان وحدة وزاد روح السعيدة والأهل شكرا شكرا محمد مصفاي على هذا النص الرائع الرائع نعود مقطع آخر إذا أمكن خويا عبد الرحمن البرسوناج آخر كان في الخشبة الحرية لي وسلامي الحار ليك ولعشيرتي وأهلي استحق الشكر والعرفان على العمل المتبيع فضلك فضلك فكرت في خطة جهنمية طلبت مني نزودك بالسم اللي وضعته في براميل خبر الروم قضى عليهم كاملين سهلت علينا المهمة وسلمتني من حرب دامية بازيغ الأحرار وتكساكنا اهتمام كبير وصدرك تستكنح جمرة عمرها ما تكسر تفضل استحق هذا من خلال الأداء تاعك نحس بديك صدير حاجة صولي حاجة متينة على فام سايديان إيمان واش قلنا ديك الملكة صدير ديك الملكة هي كانت قائدة جيش قائدة جيش يليق تكون قوية تكون قوية دونك لا فام سايديان دوبوي لونطون لي فريمون سوليد وحتى لدركا حتى دروك وما زالت وما زالت خير ان شاء الله ان شاء الله ايمان الدور الدور اش راح نقول لك هي كيما قال صعيبه شويه سورتو كي تعرف باللي انسان عظيم راك تمثل في الدور تاعه احنا نسيو نكونوا في المستوى كيما قالت خير الجمهور هو اللي يحكم وطونك الجمهور خرج ساتيسفي احنا رانا غاي وداك الكادو اللي عطيتيه السايح بيديه يدسه حجرة الألماس كنت باغي نجيبها لك معايا اليوم نسيتها كنت باغي نجيبها لك اليوم ونسيتها هذاك الصندوق اللي بيدك حجرة بصح ما كاش امان ما نجيبها لك دروك نسيتها في وقت فات مش كنسر هذا هذيك كانت في عهد الروم
كانت صخرة من الألماس الحر من أرضنا، وكان كاين إنسان حاب يديها ويستولي عليها ويرسلها للخارج. كشغل إحنا ما عدناش وطن ونرسلو رزقنا نرسلوه برا. علاش نوصلوا له؟ أنا تاني تهربت به نوصلوا له. أنا رايحين له. إيه والله. والشي اللي راه كان كين اللي راه كين بلوتو دروك يدو رزق الوطن ويبيعوه برا. ماشي حاجة جديدة، من بكري كينا وحتى لدروك يخونوا رزق البلاد ويبيعوه للديزيترونجي. ونظن النص فرحانين بشي اللي هم يديروا. ونظن هذا النص كان ميساج المسرحية بحد ذاتها كان ميساج كبير، كان فيه دي ميساج ولا. مشي ميساج واحد، كان فيها شحال من ميساج ما بينهم تهريب الأطار ولا. برافو. مازال غادي صح راني نستنى فوالا غادي نقولوا قبل داك اللي بغى يخون الحجر روحوا له اللي بغى يخون الحجر. يا عبد الرحمن اعطينا الباساج تاع اللي بغى يخون الحجر. يقولون ان وزنها يفوق 3 كيلوغرام من الالماس الحر. تصور لو نبعثها الى الامبراطور هديه، فهذا يمكن ان يخلصني من هذه البقعه الخالده وتكون فرصه ترقيتي من حاكم على تمزوين لحاكم على تمكان او شرشف. فلنجعلها هديتان، الاولى حجره الالماس والثانيه القضاء على روما وجيشها البربري. فكما تعلم فقد وصل خبرها الى كل انحاء روما، واخشى من هجومها على حصن تمزوين. لا اظنها تجرؤ على ذلك. انا نسيت ان هذا حصن تمزوين ومن كن نحن. بل تجرؤ ودعني أطلعك على خطتها. سوف تهجم على تنطاس تودموت وسفيد، ومن ثم تتمركز بجيوش قليلة العدد على تلماتين وتفريت وأيضا تنزل، ولما تستقر تنظم جيشا كبيرا وتهجم على الحصن. هذا ممكن سيدي. باديس وصلوا؟ إنهم في طريقهم إلى الحصن يا سيدي. هذا ما أخبرني به جندي من جنودهم الذي وصل قبله. هذا خبر مفرح، فتؤتيني بأحلى حمرة موجودة هنا في حصن تمزوين. هذا شيء متشوق لرؤيته بلا شك، ستكون من أغلى وأثمن التحف النادرة في القصر الإمبراطوري هناك في روما. اي سيدي اكديت الحجره، غير قول لي اكديت شو بدي بها. Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous avoir invité. Bon allez pour nous. En fait, انا غادي نعطيك un petit aperçu sur كيما قال لك la pièce en général. Ben pour commencer, Shangulak, pour pouvoir réaliser une pièce ou un projet artistique, enfin on va dire plus précisément une pièce. Tout d'abord, il faut passer par des étapes ou gars. Bien sûr. Qu'il y a la prise de contact entre les comédiens et puis par la suite la lecture italienne. Umbada, on essaie de concrétiser avec les passages rédigés ou gars sur scène. Via l'interprétation de chacun d'entre nous. Nabil, دقيقه نظن اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله. معكم امينه من تلمسان. مرحبا بك ومرحبا بكل الناس تلمسان. شكرا، الله يحفظك. تفضل. بغيت نشكر الاذاعه. الشكر متبادل. ونشكر كذلك لجنه الفعل الثقافي لولايه سعيده. احنا ايضا باسمي وباسم كل اعضاء لجنه الفعل الثقافي نبادلوك التحيه. شكرا جزيلا، وخاصه محمد بن صغير وعيسن سعودي. الله يبارك فيك. والضياف اللي راهم حاضرين معكم تاع المسرح باسمهم نبادلك التحيه وبالتوفيق ان شاء الله. وانا من ولايه تلمسان ونحب بزاف ناس سعيده وسكان سعيده. شكرا بارك الله فيك، وتحياتنا ايضا لكل كل كل الجزائر، كل سكان الجزائر داخل الوطن وخارج الوطن. نبي وي لولا اون بارلي دو لا بيس دونك كيما قلت لك اون بعدا بار لا سويت يا يو دي ريبيتيسيون كاع باش بور فير ريوسير هذا لو بروجي ارتستيك. احنا من لو بوت تاعنا اترافير لا بيس اون ا نون سولمون اون بيس اي تي اون بيس لوكال
c'est-à-dire réalisé, c'est-à-dire sur le plan scénographique, sur le plan c'est-à-dire d'interprétation, les comédiens, le scénographe, le metteur en scène et l'écrivain, Zamek, c'est-à-dire 100% voilà, un projet local. Local. Et à travers ce projet, on a essayé de comment dirais-je moi, c'est-à-dire on a essayé de retracer l'histoire de Saïda. Le passage à les Romains, le passage à l'Émir Abdelkader. Justement, on fait des Nabil. Dans la pièce, vous avez cité les villages ou les sites qui ont la prononciation ou l'appellation de Amazigh. Amazigh, oui. Comme vous avez dit, donc, vous avez dit que c'était une ville bien sûr, c'est ce qu'on a essayé de montrer à travers la pièce. Ou après, comme vous avez dit, le passage de l'Amir Abdelkader, je vous ai dit, d'ailleurs, tout le monde le sait, le passage à l'Émir Abdelkader, la Saïda était très très important. Et par la suite, on a tenu retracé l'histoire coloniale de la ville de Saïda. Parce que la ville de Saïda jouait un rôle central durant la révolution algérienne. Donc, je vais dire, c'est-à-dire, par rapport à la réaction du public envers la pièce, je vais dire que c'était un projet réussi. Oui, Dieu merci, alhamdoulilah. Et puis par la suite, je remercie Tanil, le comité de l'action culturelle de Saïda, de nous avoir fait confiance et partager la joie de Tanahad. Voilà. والله نبيل ديجا لا بيس على قلت لك ريوسي 100% باسكو هذاك المده اللي عشنا فيها المسرحيه شفنا التاريخ الجزائر عبر مراحل لان دوك سي بيان دوماج كو الحصه قليل بزاف باسكو في لا بيس راه كاين سي محمد مصفاي وين يتبدا على لي زيفينمون تاع مي 45 وي Oui. Même je tiens à signaler un truc que Mohamed Mustafa était courageux en rédigeant le texte parce que c'est-à-dire il a je vais dire il a pris le risque on va pas dire un risque mais plutôt c'est-à-dire l'audace a dit que d'écrire un truc sur la ville de Saïda c'est-à-dire rédiger l'histoire ou la retracer l'histoire de la ville de Saïda à Saïda c'est pas facile bien sûr donc c'est pas facile. Il a eu le courage d'affronter est-ce que je m'en vais les mahadir معايا اما جاوكمش ناس وسقساوكم واش هي تيدير النتيم سي فوالا بزاف دونك تيدير النتيم كيفاش قصدت تيدير النتيم واش هي تيدير النتيم ولا مغار تيدير النتيم يوسيمون داك تيدير النتيم سي كاين بزاف ديجا لو تيتر اي تانتيليغون عنوان المسرحيه اللي في الديبي ما كانش هذاك هو العنوان اللي تبدل نقدر نقول دير اون دينير مينوت و تيدرناتين زي حنا كنهضروا على مغاره تيدرناتين وهي كانت اون ريجيون هنايا بلاصه منطقه تيدرناتين كنا عيطوها درناتين سي سا و جوست لو فات كو العنوان المسرحيه يهضر على المنطقه تاعنا حنا في سعيده وحنا ولاد سعيده ما نعرفوهاش شوي سيري سيرتان كو بزاف راحوا داروا اون ريشيرش لا سير نقول لك باسكو انا بحد ذاتي يافي دي ميساج دي لاتر دي كيسيون وشي تدنتين بون لي زانفورماسيون اللي كان عندي مديتهم صدير على حسب المعلومات اللي عندي مديتهم وشي تدنتين وين المنطقه وين المغاره وكيفاش سميت تدنتين حتى انه بلي كاين عشبه بالامازيغيه يقولها تدنتين جيستو ميم جيست اون انفو محمد اون سكي كونسيرن لا بيس كاع كيما دارت غروسو مودو كاع المسرحيه لو تيكست كري بار محمد مصطفاي faut pas oublier حنا on a pas retracé l'histoire parce que التاريخ انا كبير بزاف ما نقدرش نديرو في ساعه ولا في سوايع ولا في نهار ولا في يومين mais on a donné un petit aperçu donc c'était un résumé en quelque sorte عندنا مكالمه هاتفيه نظن عبد الرحمن الو السلام عليكم السلام ورحمه الله واش راك سي محمد بن صغير لاباس والله الحمد لله شرفنا ليك الحمد لله معك ناصر من ولايه سعيده مرحبا بك ومرحبا كاع بولاد سعيده تفضل يا خويا انا نشكركم نتوما على المجهودات اللي راكم كما يقول لك تبدلوا فيها ونشكروا الطاقم الفني اللي معاك ونشكروا كاع عبد الله بهلول وقول له المشعل في يدك يا عبد الله وفكرنا بولايه سعيده اللي فكرنا بالتاريخ تاع ولايه سعيده وفيها ابطال
وهذا نظن انه واجب ماشي غير من عبد الله، واجب كاع علينا كاع سكان سعيده وشباب سعيده واجب. هذا هو خويا الميساج اللي بغينا نوصلوه، ونتمنى ان شاء الله كما يقول لك المخرج يكون عنده مزيد من النشاط ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي وبكم ان شاء الله. شكرا إن شاء الله يا ربي. شكرا بارك الله فيك. نعم نرجع لك عبد الله. هذا ميساج فوالا ما على باليش ونتولي كان جو لو ريميرسي ونقول بلي المشعل ما راهش غير في يد عبد الله بهلوب مي في يد جميع الشباب اللي يغيروا على ولايتهم واللي يبغوا ولايتهم واللي باغيين يطوروا الثقافه تاع ولايتهم، ويقول كان معنا لونيون في لا فورس. شوف حتى دروك لي تروا زابيل اللي فاتوا برومي ابل ولا هاد لابيل كان ميساج واحد انه المشعل لازم يحكموه. سامحني محمد بالك جو في اتر ان بو دور مي جو في لو دير on n'attend pas qu'on nous donne le flambon, on l'a arraché. كل واحد بوينت في تاعو. دروك نقول لواحد اخر هو ما عندهاش لونجيستروم بصح فت غير فت غير باساج واه فت غير باساج صغير في لا بياس. انا قاعد نشوف مريح مازال كريمينال. لكن 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 هذا السيد هذا قريب دو موا وهو في السوسو اللي يخدم ولي تجيب الفيران معك راه نورمال ولي هبلات غير ديك كيسموها ديك لاكول هذيك بوليريزيطان. بوليريزيطان والبنتورة بنتورة يا خويا علي مرحبا بك. والله يحفظك سي محمد، شكركم على هذه الانفيتاسيون هذه على الدعوة، وكان ترافاي اونسومبل خدمنا كاع فيه مع بعض انا وعبد الله، درنا لا كونسيبسيون وغاديين طالعين كنا عندهم تورني مسرحية في بالول تيرسين ايا بون كنا قارين تاكس وكاع في زيرجو رحنا نشوفو جبدنا ورقة وستيلو هكا درنا لا كونسيبسيون هكا ابوبري بالك 60% ولا وانجاجينا هيا هودنا هنا سعيدة. مهم بدينا قلعنا نخدمو برسك 25 جور ياك كيما هكا الحمد لله زعما غير بشوية بشوية طلعت. هذاك التعب هذاك تعب زعما الحمد لله زعما كشغل من انا مام ديت باساج هكا لعبت هكا قعدت نشوف الساح يتعاود يلعب بزاف عجبني هذاك باساج قلت لعبد الله زعما نجم نفوت قال لي مرحبا بك بون كاع رحبوا بيا في لاسان خايره وكاع داروا لي شي كورات بون هذيك هي فت انا لعبت هذاك باساج كان باساج صغير هكا تخيل باش تخشيك نعم مع لاكول كي صرا لك مع لاكول شويه شويه واعره بون كاين دي برودوي شيميك وخدم بيهم قلعت باللوح سلك ثاني ارماتير هذاك برودوي باسكو حنا كي حطينا هذوك لي روشي واحدين حسبونا رانا قارعينهم من تيفريت ولا قال لي وهذا هو السينوغراف اخويا هذه هي وبون وليت باسكو انا نبغي الفيو بزاف نبغي هاكا ندخلوها تما وكاع خدمنا بلي كولر هذوك تاع لي روشي وهذوك صوالح ومام هذاك الصندوق وكاع خدمتها غير منا من الطبيعه تاعنا وكاع باسكو صادي كل واحد زعما كيفاش خمم كيفاش على حسب لا ناتور تاعنا على حسب تي درناتين فوالا كيما قالنا بي البرودوي 100% لوكال هذه محمد معليش تفضلي نقول لكم امو نخبرهم على النهار اللي قعدنا نحوسوا على لوكران اللي نخدم به هنايا راح لو مسيو علي راح لل الفيو سايدا راح جاب لي عضومه تاع لي زانجي مو جو سي با تاع كيل انيما جاب لي واش جو سي با مو عضم جيون فريمون جيون قال لي خيره هذا هو العضم اللي غادي تلعبي به قلت له بانو جو غير قلت لي شي قال لي غادي نقيه لك كيف قال لي شي غادي نقيه لك غادي نخدمها لك تو فافا حتى مزيا محمد ودات معلي جابوا لي لو كران صادي غلطه دخلت عندي جيتي ان ريميرسي محمد الدحماني اللي وقف معنا بزاف 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 في البياسه هبل معنا محمد الدحماني ولا يخيط ولا يبنتر ولا كلشي ولا يديرها اي فوالا اي و والترونسبور تاع الليل محمد هو صغير اون لو ريميرسي هو اللي كان يوصلنا ويدينا لا والله قلت لك كيما قال عبد الله كاع وصدي الميساج باللي كاع ولا سعيده اللي شاركوا في الحاجه اللي تزلنا نسيتوني بليز ني والله العظيم هذا ما كان واجب علينا واجب علينا اوني لا بروح هذا الكوميتي راه هنا اه برنوس تاع مبروك تاع فوالا 120 عام وقيله جابوا لنا من الحساب لا صدر فوالا ايه اللي جاب عيسى مسعودي هذاك برنوس لا واحد فيها يتقرن
قرنوا 20 عام ويكون في الاستماع بون عيسى الناس كاع يحيوا فيك وبرنوس عزيز 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 بزاف بارك الله ونظن حتى البرنوس وقع فيه دبزه شكون اللي تلعب به شكون ما تلعبش به لا انا خير تيمير دائما هي اللي سبقت في الشوا انا سبقت في الشوا انا شفتهم الاولى اه سي بري عيسى والله ابا هذه هي برومي اريفي برومي سيرفي اه وي في الشوا تاع لي كوستيم اوكي كان ضحك بزاف دي زانيكدوت جوست حياه شغل برف في واحد النهار راح نشري للسائح جلابه وأوبليجي شغل باغي يلعب بجلابه صغيره دخلت انا واحد حانوت في لامارين قلت السلام عليكم كاين نلعب معاه جلابه تاع واحد عندها 12 عام وسائح كبير وانا باغي تجي كسيره وصغيره ايوا تجي السلام عليكم قلت لها كيس كيس هذه اي مول حانوت يقول ودي ما تجيش قدها يدي خويا على بالي خليه يقيس ايوا قاسم يقيس ويقول يا خويا ما تجيش قنتها قول لك حتى خلص ساعه خلانا خلاه قاس عاد قاس ايوا خويا بندير بها مسرحيه قال لي قولي بديروا بها خلو الناس لعبوا طلع Justement, c'est un point très important à aborder. T'as l'autre qui m'a dit que seulement il y a qui compte la famille artistique, l'autre en particulier. Il y a qui faire promouvoir qui m'a dit que l'atmosphère théâtrale, la culture théâtrale d'une manière générale, n'importe quelle l'autre. Même la société saïdienne, en particulier la société générale, en général la société algérienne. Parce que peu de gens ont cette culture, parce qu'il y a eu une pause énorme dans la décennie noire. Les amis, la génération jadida mbaada qui jette, les amis, malheureusement, ils n'ont pas eu la chance de voir un théâtre régional, de voir, c'est-à-dire des pièces réalisées devant eux. C'est pour ça qu'il y a... نتقربوا من شريحة كبيرة في المجتمع تاعنا. أنا حاجة نبيل هذه شهادة سيد الببليك السعيدي ما شاء الله دوك. أنا جلي توجور دي مام خطرة وما انفيتي في واحد الميسيون قلت لهم باللي قاع هاد لي تخوب توجور ميني جو قاع يسون توجور اتوني بار لا فورت بريزونس تاع الببليك سايديان. فوالا لا بروف لا بروف نقول لك قاع لي زونجيسترمون اللي عندنا مثلا في الفستيفال تاع السينما ولا في لي غالا اللي كانوا يفوتوا في رمضان يجاو فنانين كبار مستوى الوطني. أو شهادات بأنه الببليك ولا السعيدي بحد ذاته الدواق يدوق ويعطي الفرصة للفنان يعبر بكل ارتياح الشيء اللي يقول فيه. راح عبد الرحمن تعطينا مقطع. التصفيقات كانت شهادة الجمهور السعيدي لأن الصالة التياتر جورنال كان أرشي كومبس من الباكون والتحت حتى ليلوج دونك نعاود نسمعوا دروك شهادة الممثلات اللي كانوا حاضرين في المهرجان الوطني لأدب وسينما المرأة. أعطينا عبد الرحمن. والله أنا نحييهم أولا على المدة الزمنية اللي طلعوا فيها هذه المسرحية 20 يوم 20 يوم أبدعوا اختاروا موضوع ممتاز رائع يحكي على ناس هذه المدينة الطيبة المعطاء الثورية التاريخية وأيضا كان في حضور قوي جدا لكل المشاركين في هذه المسرحية كان فيه تنسيق بين الممثلين كان فيه مخارج الحروف صحيحة جدا فشباب مثل هذا واعد متمكن مثقف يستاهل أن نرعاه وأن نقف إلى جانبه ونتمنى له التوفيق خاصة في هذا المجال المسرحي. كانت هذه شهادة الفنانة القديرة بهية رشدي. نسمع الآن شهادة فنانة أخرى لطول ربي في عمرها وأنا بالنسبة لي القيد سبيسيال تاعي سيدة شفي بودرع. الفرحة اللي كنت نشوف فيها شابات المسرح كان شابات وشبان اللي ما شاء الله ومازالوا يتفكروا في شهدائنا الأبرار وما نساوش
حسبي زكريا بقال اكتبوها بدماء الشهداء واقرؤوها للبني جلي غدا. والوردة الجزائرية اللي قالت اسمك يا جزائر على جبيني وسام يا أرض البطولة على مدى الأيام. أرض البطولة على الأيام. شكرا عبد الرحمن للكلمات. نستمع أيضا الآن للسيدة بودغن. الإنسان اللي دار لك كونسيبسيون دو لافيش Je peux dire que c'est mon élève et c'est mon fils. Je suis fière de toute cette équipe. Je suis fière de Saïda. C'est la sixième fois que je viens à Saïda. Et chaque fois que je viens, je ramène quelque chose. أيضا نستمع الآن سي عبد الرحمن لتفوتنا شهادة السيد المجاهد الحاج محمد النجدي اللي كان حاضر في هذه في هذا العرض. اليوم سعيد، سي ان جور تري زورو اي ان جور كي كونت دون ليستوار دو سايدا. جو فيان دو مابيرسيفوار افيك جوا كو لا كولتور اي ميز اون ايفيدونس par des jeunes de Saïda qui font honneur à la ville et c'est quelque chose de nouveau, quelque chose d'exceptionnel qui mérite tous les encouragements. Et mon souhait, ce serait que les jeunes de Saïda et l'organisation, l'association qui s'occupe de culture, persévèrent et qu'ils étendent aussi leur action, qu'ils multiplient des actions de ce genre et des pièces théâtrales de ce genre qui feront plus tard la réputation de la ville. Et je les remercie du fond de mon cœur. كانت شهادة كل من حضر لهذا العرض، واللي كان أيضا حضور الممثلات القادرات المستوى الوطني اللي كانوا حاضرين هنا وشاركوا في المهرجان الوطني لأدب والسينما المرأة اللي احتضنته دار الثقافة. باش نبدأ لك بديت بلاغوش هكا بلا دروات صحيح قاعد مناس في الخشباسي نبدأ بعلي. علي أعطيني كلمة أخيرة أخويا. كلمة أخيرة، نشكركم بزاف على هذه الاستضافة، ونشكر حصة اف ام فن اف ام ولجنة الفعل الثقافي اللي عطاتنا اوكازيون باش نبرزوا في الولاية تاعنا، باسكو صح تاع ربي كنا ضايعين وما لقينا زعما صادر كيفاش ان شاء الله ان شاء الله التوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. دور نبيل. Je remercie l'émission Fun FM et deuxièmement je salue tous les gens qui veillent pour le bien de la planète théâtrale et culturelle à Saïda. Merci, merci Nebel. Nebel. Waouh, on est Abdallah. Aouda, il faut rectifier l'erreur. C'est un lapsus lingua. Je suis Nebel, Abdallah Nebel. D'accord. Je vous remercie pour l'invitation. Je vous remercie pour l'émission Fun FM. Je remercie les deux et les Taqafi. Et un petit coucou le gars qui a été spécialement Amel. خير داوية. نشكر الحصة، نشكر الإذاعة بزاف بزاف، وسورتو اوتون كو سعيدية نشكر بزاف الشعب السعيدي اللي راه يسمع فينا واللي كان حاضر نهار لابياس واللي راه عندنا ان سبي ان بوبليك فريمون فيدل. نشكرها بزاف بزاف وان شاء الله نتمنى الخير لكل الموند. ميرسي ان شاء الله. روبا ايمن. شكرا للجنة الفعل الثقافي على الاستضافة ونتمنى لكم التوفيق في حصة جيل اف ام، وشكرا للبوبليك اللي كان حاضر معنا نهار العرض تاعنا واللي اتصلوا بينا دروك واللي راهم يسمعوا فينا. شكرا. العفو. توج يا حمام توج. توج يا حمام. بون نشكركم على هذا من عرضتونا هنايا وكاع معكم في فن افام. نشكر لجنة الفعل الثقافي ونقول البوبليك تاعنا اسمح لنا اسمح لنا اسمح لنا اسمح لنا على بالي ليكيب على بالهم مش على هاني نقول لهم اسمح لنا باسكو على بالي بلي ما مدينا والو. صحيح باسكو بالك مدينا كاع 30% ولا هذا هو الفنان هذا هو الفنان يا فتحي هذا هو الفنان يخدم يخدم ويقول ما مديتش. الوغ نقول لهم سامحونا ونقول خويا توفيق خويا نبغيك ربي يسهل لك خويا باسكو غدوه راه راكب العسكر مسكين. السلام عليكم خويا تهلا في راسك تخيل يا بغيت ربي. شكرا. اسمح لي اسمح لي تفضل. عيسى خويا عيسى دونسر عبد وعلاء الدين وعلاء الدين وخويا السائح خويا بشفى الوادي ربك ان شاء الله. ان شاء الله. ايضا قبل ما نختموا هذه الحصه اللي فريمون والله لا نعاودوها ان شاء الله لا بروم هذه نعاودوها للتذكير
فقط اللجنة الولائية للفعل الثقافي تنظم غدا إن شاء الله بدار الثقافة محاضرة ينشطها الدكتور خضير محمد. أيضا في إطار التبادل الثقافي اللي بين اللجنة الولائية للفعل الثقافي ومؤسسة فنون الثقافة لولاية العاصمة غادي يحلوا لنا يحلوا ضيوف إن شاء الله يوم الجمعة أي يوم السبت إن شاء الله كان برنامج خاص للتبادل الثقافي. في الأخير نشكركم ونشكر الضيوف وفرقة أبطال تيدرناتين وما عندي ما نقول أبار نقولكم سلام سانز أوبلي عبدو عزيزو الصغير سي عبد الرحمن المحاضرين سلام